السلام عليكم. النهاردة هنتعلم نعمل تقسير الإزاز بطريقة بسيطة جداً باستخدام الووتر كولرز. ووتر كولرز اللي هي الأكوريل، لأن الإزاز طبعاً ده حاجة ناعمة وتبقى شفافة، وأحسن حاجة نقدر نحقق فيها تقسير الإزاز هي الووتر كولرز. زي ما احنا شايفين أنا بدأت اخترت من اللون الأزرق ماي مايت اللون خالص، وبدأت أعمل تاتشات على 45. طبعا زي ما احنا عارفين ان الازاز فيه ريفلكشن، يعني هيعكس درجة اي حاجة جنبه. فلو الازاز عبارة عن شباك او في مكتبة، فهو اكيد هيعكس لون المكتبة اللي هو موجود فيها او موجود فيها دولة في الازاز. فببدأ اخد درجة فاتحة خالص من درجة الطبيعة المحيطة بالازاز، وبحطها على نفس الزاوية 45 عشان يبقى اخد من مية اللون بتاعت الحاجات اللي حواليه. كل ده من غير الماسكينج تيب اللي انا حطاه اللي انتوا شايفينه ده، مش هقدر اتحرك بالفرشة بحرية زي ما انا عاملة بتحرك دلوقتي. طبعا بعد كل مرحلة انا بستنى اللون زي ما احنا شفنا قبل كده، ان انا بستنى اللون ينشف شوية عشان التاتشات اللي انا بحطها والريفلكشنز ما تخشش كلها على بعضها وتسيح على بعضها. بعد ما بتأكد ان اللون نشف خالص، ببدأ أأكد على دولف الإزاز. انا استخدمت ماركرز هنا بألوان الخشب، درجتين او ثلاث درجات من البني، عشان اعمل بس تأثير ان في درف ازاز. ممكن اعملها بكواش، ممكن اعملها باي خامة تانية. انا هنا استخدمت الماركرز العادية خالص عشان اعمل التأثير بتاع درف ازاز او مكتبة او whatever الخامة اللي موجود فيها الازاز.